مرحبا بكم من شركة ون فاينانشال ماركتس للحديث عن آخر تطورات الأسواق لجلسة اليوم يوم الأربعاء الموافق ل 10 يونيو من عام 2020. خلال التعاملات الأخيرة رأينا الدولار الأمريكي يستأنف رحلة الهبوط ويتراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية ليتداول بالقرب من أدنى مستويات له منذ مارس، وهذه التراجعات تأتي مع تطلع الأسواق لبيانات أمريكية هامة خلال جلسة اليوم. لدينا بيانات التضخم إضافة إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة ما بين المستويات الصفرية و 0.25%. مع تطلعات الأسواق أيضا لتوقعات الأعضاء بشأن مستقبل السياسة النقدية خلال الثلاث أعوام المقبلة، إضافة إلى توقعات بالنسبة للبطالة ومستويات التضخم، وأيضا ذلك بالتزامن مع مؤتمر لمحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وتطلع المستثمرين نحو أي أدلة جديدة بشأن الاقتصاد الأمريكي. إضافة هناك توقعات تشير بأنه لن يكون لدينا إعلان عن تحفيزات نقدية جديدة لدعم الاقتصاد الذي تأثر بشكل كبير في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك خاصة بعد البيانات التي رأيناها خلال الأسبوع السابق، بيانات التوظيف والتي أتت مخالفة للتوقعات أشارت إلى تحسن في الاقتصاد الأمريكي. بالنسبة لتحركات العملات، اليورو مقابل الدولار الأمريكي ارتفع بقرابة 10 نقطة المئوية وحاول اختبار مستويات الدولار 13.80. أيضا بالنسبة للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعات بقرابة 14 نقطة مئوية خلال تعاملات اليوم وحاول الزوج اختبار مستويات الدولار 27.80. أما بالنسبة لتحركات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، رأينا اليوم تراجعات والزوج معها مكاسب حققها مع بداية هذا الشهر ليتراجع بقرابة 14 نقطة مئوية ويتداول عند مستويات 137. أما بالنسبة لتحركات أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، استطاعت أن تستفيد من تراجع الدولار الأمريكي وتحقق ارتفاعات إلى مناطق 1720 دولار للأونصة، ولكن بالرغم من هذه الارتفاعات إلى أن أسعار الذهب لديها مناطق مقاومة مهمة مستويات 1720 دولار للأونصة وأيضا مستويات 1726 دولار للأونصة، فنيا الأسعار قد تعود وتتعرض لضغوطات بيعية عند هذه المستويات من جديد. هذا بالنسبة للمحة حول آخر تطورات الأسواق. شكرا للمتابعة وانتظرونا في تقارير أخرى.